سيد سامي الطهري يقول بشأن ما يعتبره مراقبون تراجع عن دور ونفوذ الاتحاد بعد إجراءات سعير استثنائية. قال الطهري إن الحديث عن صمت الاتحاد فيه ما يمكن أن يكون صحيحا، وقال إن الاتحاد أعتقد لي التصريح هذا للأناضول أعتقد حتى باش ما نظلموش المصدر. وأوضح أن الاتحاد اتخذ استراتيجية تجنب التصادم ليس خوفا، أو كما يقال أن هناك ملفات بيد السلطة تدير الاتحاد، لأنه لو كان للسلطة أي ملف لما ترددت هذه السلطة في استخدامه كورقة ضغط ضد الاتحاد. نحن نتجنب معذرة التصادم لأن البلاد غير قادرة على تحمل أي تصادم. ولكن يقول السامي الطهري الأمين العام المساعد وكيل بالإعلام يقول ولكن هذا الموقف ليس نهائيا من جانب الاتحاد، الوضع لا يحتاج إلى مثل هذا الخيار التصادم، وإن اضطررنا إلى ذلك لن نتردد دفاعا عن النفس وعن تونس. يقول لا نقبل أن تتواصل هذه الشعبوية وتدمير وتفكيك الدولة بدعوى البناء القاعدة والشركات الأهلية وبدعوى رؤى حتى أصحابها لا يفهمون منها شيئا. لك كلمة سياسة الدين، نحن نربح أكثر وقت. أي رد على سامي الطهري هو عبث، والرد على الوفد عبث، معروف سياقات هذا اتحاد شغل مثل. نعم هو تكلم باسم اتحاد شغل مش باسم الوفد. أي اتحاد شغل، اتحاد شغل شنو اتحاد شغل، ما زلت حتى اتحاد شغل بعد فضيحة 25. سامي الطهري يتحدث على أنه متطلع الوضع متاع الدولة، الوضع حرجت فيه الدولة، هو خلت الاتحاد يعمل يفرمل. أخي الوضع الحرج متاع الدولة، أخي ما كانش ثم ثورة وثم تسيب أمني وثم داعش وثم سلاح يدور في البلاد وثم مؤسسات محروقة وثم مراحل انتقال ديمقراطي متطلباتها وثم تسيب مجتمعي وثم مطالب مجنحة الناس تترقب في الجنة وما لقيتهاش، ورد فعلها باش تكون ردود راديكالية، ورد راديكالية ماهيش باش تكون 3 4 5 10 ألف، باش تكون كتلة مليونية في تتحرك في كامل تراب الجمهورية. أخي البلاد كانت في حرج أكثر قبل ولا اليوم؟ أخي البلاد كانت في صعوبات أكثر قبل ولا اليوم؟ إذا هذه كذبة كبرى، هذه مجموعة مستنقع أيديولوجي. لما صف لهم قيس سعيد الخصم الأيديولوجي بتاع الأول بتاعهم هدؤوا وركنوا، لما أعطاهم العين الحمراء سيد حتى هما انتهازيين مشوا معاه أول مرة وصفقوا كذا وكذا، طيب أوكي خرجت الحزب الأول، سكرت البرلمان، سجنت الغنوشي ولا أبعت الغنوشي بدل ما سجنوش، أي بدو بعد يطلعوا في اللغة تذكر قالوا مش نصبروا برشا، علاش؟ على خاطر خلاص هاك صفيت لي الخصم الأيديولوجي بتاعنا، امشي وبعده هاي سايب لنا الأمر، أعطينا قيمتنا أطلع. ولما داس عليهم حبوا حتى هم يطلعوا معاه، حبوا يزيدوا معاه، زاد معاهم أرك حرضوا. ثم محاكمات قيادات نقابية جهوية محاكمة الآن، تخضع للمحاكمات أكثر من مرة. إيه طبعا بطبيعة، لأنه خلاص هذيك شكل من أشكال التطويع. إيه أنت اليوم أخي أنت تاريخك ما يشهد، ما في عهد بن علي عملت هكا، ما في عهد بن علي ركنت وركحت والبت إلى حدود 13 وأنت لابد عملت شوية حركة شوية تحركات جهوية ولابد الجرار مش عمل لنا كارثة. ثم حراك جهوي دعم في حتى في المنجمي، ولكن المركزية النقابية هي اللي كانت مفرملة للأمام، ثم حركات جهوية. نعم مش زعما عمل لنا كارثة عملت الجرار في 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 الثورة، فزيد ما تحطوش، وحتى التحركات القطاعية كانت محسوبة وكانت مسيجة ما كانتش مبنية. فخلينا من 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 سامي الطهري، أنا عندي لفتة أخرى ما دام في إطار قيس سعيد، وأنا نحب الناس اللي تفهم إيش معناها الشخص هذا، راني لازمنا نفهمه والله الذي كان مفهمناش والله ضعنا كلنا. والإنسان اللي نبه وتكلم وفاق ما يسماش ضاع، لأنه ماهوش باش يغلو قلبه بعد، لانه جاري موجود وتكلم وحدث وهجماعها واضح حبل. اليوم نحن في 2024 وثم انتخابات، الاصل فيه ثم انتخابات في 2024، وانصار سعيد طالبين تاجيلها ل 27 28. لحظه، الاصل فيه الانتخابات هذه راح تفصل في 2023 وبين التضاريسها الكبرى، وبدت الناس تحضر في روحها بما ان نتحدث على انتخابات رئاسيه برلمانيه
راهي الناس برلماني يقول هاو الغاها بالدخل بالقصه نعم. العربيه الرئاسيه الاصل فيها بدات الناس تحضر تروح اخي ثم 2000 ثم ناس في 2024 انتخاباتها في 2024 وهي ما هيش عارفه واش تم. وش معناها ما هيش عارفه واش تم؟ ثم حيز مش فاهماته لا من واحد حتى ل 100% مش فاهمه. باش توقع مش هي واقعه. باش تتاجل مش هي متاجله. باش ينقلب النظام كامل ما عادش تم مش نظام مدى الحياه رئاسي مدى الحياه. شوف شوف كل المحطات الانتخابيه في 2024 معروفه باليوم وبالساعه ساعه فتح صناديق الاقتراع. اذا السلسله من المحطات الانتخابيه بتشوف انت برنامج نعم استثناء سامحني بالله بتشوف انت راك استثناء في العالم هذا الانقلاب ردك استثناء عندك الانتخابات عندك رئاسيات الامريكيه عندك تشريعات الهند عندك رئاسيات روسيا اللي تحدث هذه 2024 عندك رئاسيات روسيا عندك تشريعات باكستان عندك رئاسيات ايران عندك تشريعات بريطانيا عندك بلديات تركيا عندك برلمان الاتحاد الاوروبي عندك حتى كيان عنده انتخابات محليه في 30 جانفي اجتمعت الناس وقاعدين الحرب قائمه وهم قاعدين يتصارعوا في بيناتهم بالكاد يحبوا يحركوها الفيفري شهرين ثلاث شهور نعم وثم كتل الاخرى ما تحبش حتى فيفري لانهم يقول لك عندنا 4000 جندي احتياطي مساهمين في الانتخابات المحليه بما فيها رؤساء بلديات انت تتحدث شوف العالم كله عارف روحه خلاص اجنته من 2023 من 2022 اجنته وتونس حتى نختم تونس 44 واضحه انت يا تونسي مش عارف وين ماشي انت يا تونسي انا نتحدى ما عندك حتى حد حتى مرت الرئيس حتى المسؤول الاول بتاع حتى رئيس الحكومه حتى الحزام المتهرأ المتعفن بتاعه مش عارف شنو المصير مش توقع مش واقع مش توقع رئاسه مدى الحياه مش واقع مش تاخر مش بيتاجل مش حتى شوف نعم. حتى المنافسين بتاعه اللي باش يجوا بعد ومش باش يعطيهم حتى وقت وباش يقول راه فرضا باش توقع الانتخابات هذه مش عارف روحه هل انت راه الجرعه نتاع التعبير الجرعه نتاع الحمله الانتخابيه نتاعو كيفاش؟ هل انت راه باش يلقى روحه اليوم يعمل ميتينغ يعمل اجتماع في رادس غدوه صباح يلقى روحه تحت البحث لانك قمت بفعل موحش ضد رئيس الجمهوريه ولا لا؟ اذا انت في خليطه كبيره ياسر في معمعه كبيره في مسرحيه ما عندهاش لا راس جميل واضح اذا وينهم التوانسه امام كل هذا؟ وين الصمت؟ وين الشعب؟ وين الاعلام؟ وين الاعلام الذي كان يقيم الدنيا ولا يقعدها على المحكمه الدستوريه؟ جميل السؤال هذا جميل.